كريم حب نديرو جلسة رسمية بالجزائر. ايه اخطيني اخطيك ليش؟ كيف النوم جنبي؟ والله انه دقيقة شوي طوال التحق الحوار ما اخذ لي ولا مكان والله ما اخذ لي ولا مكان ليش؟ تدقق بالعرض ما تدقق بالطول انا بنام بالعرض مش بالطول في الليل يا دار وحده يهدر يتكلم ايش يقول ايش يقول يا كريم شو اقول اقسم بالله غير قدموا علينا شكوى الجيران اوه حلو اللعب على الأبيض نوع جيزي صح شوف شوف لا لا كسرها رايح أعرس والله ها شو رايح لكم شو هي سيارة مين بتصير ها صلى على النبي صلى على النبي اللهم صل على سيدنا محمد شو ها بيد هاي بهاي الله يسعد صباحكم جميعا كيف حالكم بدنا نبلش يومنا بالصلاة على النبي تمام خلص بدنا نشيل كل المشاكل كلها بتنحل ان شاء الله خير وحده تبان راح الكثير وضل القليل باذن الله تعالى خالصه باذن الله خالصه باذن الله خالصه الصبح صارت شغلات باذن الله يعني من هون ام بتكون خالصه وخلص منتهيه كامل خالص عن خالص يم بتكون منتهيه كامله كامله وانا بوعدكم لمتابعيني جمهور ميكس الكو اللي طيب خاطركو ويرضيكو ابشروا خلاص من بعدها ما في زعل يشطب الزعل يشطب الزعل واخيرا الله عدي ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك ان شاء الله يا رب ديما مفتوحه ان شاء الله يا رب اه انتوا انتوا بس عم حبسينهم ما فتحش اه ايه. قول والله والله تعال خش تعال خش شوف تعال خش شوف الباب شوف ما يفتحش من هنا سوى هيك الحبس احنا الثلاثه ليش حلس بس طب ليش اذا مسكرت الباب احنا نطلع يا رجل والله استنى راح يجي حد يفتح لنا يا الله الدقارة يا زلمة ايش رايك؟ ليش سكرت الباب طيب؟ طب خلينا نتعرف على بعض انت من الاردن صح؟ لا من باريس انت اكيد من الاردن يعني من وين بدي اكون يعني؟ انت ليش تخلي يسكر الجردان بتاع باريس ظروف هو سكر يا اشرف عايز فعاليات وليش سكرتنا؟ فعالية توصل واخيرا سكر علينا الباب يا اخوان والدخيل الله افتحوا لنا الباب حبس سكر شو الباب خلاص تعال زم ليش حبستوا يا زلمة بدنا نطلع يا زلمة نروح نتغدى بيت امي اطلع تعال نور يلا تعال نور يلا يلا تفضل تفضل يلا يا اخو يلا انا تقول هم ملبستني يلا نور يلا يلا شكرا يا جماعه انت يلا تعال نبي نور تعال نصور نبي حاجه يا اخي ما وريه من نظر زلمه نطلع يا زلمه نطلع يلا جيتك بس جيتك نبي ناخذ حاجه من هنا يا يلا جيتك تعال Oh!
افتح الباب يا عطاي يا عطاي افتح الباب يلا افتح يلا يلا يا طبول يلا يلا والله بننزل عندي مشاوير معاكم والله بصرف وننزل والله يلا حنتعبك المركب لا راح نتعبها عن تعبهم والله لا اله الا الله محمد رسول الله عمي يلا يا عمي ايش المستفز مستفز يا حدا بريد ينقف قدام خلصنا اخذ طيب تخليه يا عمي ايش والله بتصرخ لي دمك انزل والله ما فهمت عليك شو قلت انزل مالك دخل لو سمحت مالك لو سمحت مالك دخل لو سمحت مالك دخل مالك دخل قدام هذا بده يقعد قدام مالك دخل لو سمحت هذا بقول له رجليه طويله لو سمحت طفي الكاميرا استاذنت مني قبل صورني خلص سيبه بعد جنب بعد يلا نعمش تكون ما نبيش نقوله اصلا على اخر ريح لنا ميكس اي والله ريح يلا يا رب حضل شو اسم المطعم اكاكوس شو يعني اكاكوس اكاكوس هذه جبال في صحراء ليبيا فيها الذهب وفيها الجاف صح الحمد لله كريم كريم يا اخوان ما يتم الجوع مش قادر اقاوم طلطل كريم قد ما هو جعان طلع طلع شو بطلع عليه نور راح اذوق اكل ليبي انا ما اكله قبل هالمره وقت طيب طيب والله طيب شو مالك اكل ليبي طيب زاكي يعني بنين يعني شو نقول يا اخوي شو اقول انا شو اقول في غير انا حاولت شوفوا له هالمنظر والله شوف شو كل واحد فيهم ماسك تليفونه شوف هذا كان ماسك تليفونه بس شافني بصور فيه حد تليفونه عشان ما بينش للناس طلع 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 تلوه خبا زمان مشان الله يا اخوان تتعبوش من التليفونات انتو زماني اكثر شو انت اكثر واحد تمسك خلينا اقل اسال اسالني ميكس حلو شو الفيديو او اي شيء انت سويته خلى الناس تعرفك وشهرتني ورا حلو اول فيديو ما انت شو اللي شارك اول شيء شو حلو اول ما بلشت انا وعبسي بالفيسبوك بقيت العب انا وياه ببجي حلو كنا قاعدين بنمزح مع بعض مصممين قويين راح يصمموا لك اياه على الستوري هذا اجا عبسي مزح معاي ضربني على خدي كان في كيبورد تبع البي سي وضربته براسه الكيبورد تقريبا صار 1,500,000 قطعة من حم الضربة نزلوه على التيك توك صحينا ثاني يوم لقيناه جايب 300,000 احنا بقينا لما نفتح بث فيسبوك كان يتابعونه تقريبا 50-60-40 مكمو راح انا شايف منسى لا منسى فتعمليش هيش كان يقول هاي كمان طلعت برضو كنا مع بعض من امتى؟ هذا من بداية ما طلعنا يم جزء من بعد من تقريبا 4 سنين ما شاء الله ما شاء الله الاكل الليبي هذا ايش فضل؟ هذا العصبان عصباني؟ عصبان عصبان شو بيه؟ طب ايش فيها من جوا؟ هذا جوا فيه رز وفيه لحمة وفيه كسبر ومتبل ومنظف وخل وبلي هذا شو؟ هذا يعني رز مشكلة هاي اكلات غريبة شوي وهذا رز بالخلطة رز بالبلاوي رز بالخلطة هاي وهذه شربة ليبية وهذه مبطل ليبي تمام الباتوكا هذه الباتوكا لا مش والله زاكي ذوق العصبان العصبان زاكي عجبك ذوق المبطل عجبك العصبان شوف مش بس زيد منه يا جزيري انت هم واحد تاكل راح ريت هم واحد جزيري تاكل هم واحد عادي يا سلام نور طيب شو رايك هم؟ تعرف انا شخصيا حلوة قوي اعطيني كمان واحدة زيد ما شاء الله 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 من جميع الخير يا اسمعني ذوق عصير العصبان ذوق العصبان شو رايك فيه والله العظيم طيب عارف هو شنو دون الامعاء بتاعت الخروف من جوا ولي ما
انا بحب الامعاء. بس والله زايق كويس صح. والله كل انا والله العظيم. نور مش اهل البوات. ذوقني بلا المبطن نشوف. طب هاي من وين شفت تاكل هاي؟ ديما اللقطه السمحه والخير ما تطلعش ما يجيك غير لقطافه. بطن الليبي؟ اعرفها والله اعرفها. لازم تستوعب علي. انا تو بطن الليبي ها؟ كيف تاكل؟ ايوه ايوه من هنا. في لحمه جوا وبطاطا ومعها رده ومقليه بالزيت. طب والله زاكي. ايش بعدك؟ اه والله. هذا اسمه مبطن. صحة. ان شاء الله بالهنا يا صاحبي. حنقدمه بها في نقدمه بها حتى في الاعراس. ايوه. وهذا رز وخلطه كل. وهذا المشروب ليبي. مش تزيد تاكل منها. هذه المشاريب ليبيه. اوه. هذه المشاريب ليبيه. حلوه قوي. هذا الرز بالخلطة هذا. الرز بالخلطة كثير عجبني. والله عزيز يا جماعة. بسم الله. المطعم الوحيد في القاهرة. المكان الوحيد في القاهرة ممكن تاكل عنده أكل ليبي مظبوط هو مطعم أكل. والله. والله خلف قهوة.